في طالب مصري متفوق قدر ان هو ينتزع المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقه تحدي انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي. محمد هاني كمال طالب بمدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الدقهليه. طبعا انجاز كبير جدا حققه محمد في هذه المسابقه في دورتها السادسه واللي عقدت في دبي في الفتره ما بين 13 لحد 16 اكتوبر الجاري. بصراحه مصر دايما ولاده. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون محمد هاني كمال. يا محمد صباح الخير عليك. صباح النور. اهلا بيك والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. احنا عايزين نتعرف عليك اكتر ونعرف الساده المشاهدين عليك. انا محمد هاني خريج مدرسه ستيم الاهليه وانا حاليا بدرس في اولى طب جامعه حلوان. ما شاء الله. طيب يعني كلمنا اكتر عن المسابقه اللي انت شاركت فيها والتفوق الكبير اللي انت حققته المركز الثاني ده. حاجه مهمه قوي لانه بالذات كمان هو يعني على مستوى الوطن العربي كله. هي المسابقه كانت بدأت في مصر هنا. كنا اكتر من 150 تيم صفينا اونلاين، واخر حاجه كنا صفينا اوفلاين في معرض كده كان عمل، واحنا كنا 10 تيمات. ففي تو تيمز بس تأهلت لأنها تمثل مصر بره دبي. اتنين من اصل 150 فريق. بالظبط. وبره طيب. كان في 13 دوله عربيه بتنافس برضو باكتر من 26 فريق. الفريق مكون من كام شخص يا محمد؟ هو الفريق بيمثل واحد بس. كل فريق واحد؟ بس لما كنا هنا في مصر كنا احنا ثلاثه. كنتوا ثلاثه في الفريق؟ بس هو اللي بيسافر واحد بس بيمثل مصر وبيمثل الفريق. تمام فهمت. يعني انت كان معاك في المشروع بتاعك ده ثلاثة في مصر، لكن في واحد فقط بس هو اللي بيسافر بيمثل هذا الفريق. بالظبط. طيب تمام. الفكرة بتاعتك كانت عبارة عن ايه؟ هو انا مشروعي عبارة عن سمارت لايف جاكيت بيحل مشاكل الغرق والضياع في البحر. تمام. سمعت عن حافة عبارة السلام. بالظبط. انت سمعت عنها؟ انا ما هو سمعت عنها فين دي؟ انت لسه صغير. ما هو يعني انا كنت بسكرول كده بالصدفه لقيتها، فقعدت ابحث بقى عن حادثه الغرق والضياع في البحر. تمام. لقيتها تقريبا بتسبب 320 الف حاله وفاه. فالمشروع بتاعي شغال على تحديد الموقع بتاع الشخص ده في الميه ومعرفه اذا كان هو عايش ولا لا. وفي كمان هيتنج سيستم عشان نتفادى بروده الميه، وفي لايت سيستم بحيث ان احنا تحس ان هو ينور بالليل. عشان يفرق التلال صفر مركز الانقاذ. لا بالراحه بقى كده يا محمد، عشان انت بتقول فكره حلوه قوي قوي قوي، يعني ان شاء الله لو اتطبقت فعلا هتساعد ناس كتيره قوي ان هم يعني اكيد هتنقذهم. سمارت لايف جاكيت يعني لايف جاكيت ذكي، بيعرف هو هل بيدور على اللي هيغرق ولا الانسان بيبقى لابسه بالفعل في حاله اي طوارئ. هو ان كيس ان حصل اي دامج في المركبه او المركبه غرقت، بيبدا الشخص يلبس الجاكيت وينزل الميه. اوكي زي اللايف جاكيت العادي. بالظبط. احنا بنقدر نحدد اللوكيشن بتاعه. وبنحدد الفايتال ساينس بتاعته، بنقيس ضربات القلب ونسبه الاكسجين في الدم. وبنعرف ان هو فوق سطح الميه ولا فبيدي تقرير للمسعف اللي هيجي يسعفه. بالظبط. اوكي. في جي بي اس وبيدي تقرير للمسعف، بيعمل ايه كمان؟ بينور. في هيتنج سيستم، نظام تدفئه عشان نتفادى اللي هو الهايبوثيرميا او بروده الميه بالليل. في كمان لايت سيستم، دي عباره عن ليد لايت بتنور بالليل بحيث انها تلفت انتباه السفن ومراكز الانقاذ. وبتشحن بايه او ايه اللي بيشغله؟ هو الجاكيت يقدر يشتغل 72 ساعه متواصله في الميه. وبعد كده في سولار بانلز في الاكتاف بتشحن البطاريات مره ثانيه من اشعه الشمس. هايل. جميل. جميل. طيب اللي فاز بالمركز الاول كان المشروع بتاعه عباره عن ايه؟ ايه احلى من اللي انت بتقوله؟ هو كان شاب اردني. كان عامل دكتور روبوت، كان عامل روبوت يعني بيبقى هو قاعد مع شخص في البيت لو شخص محتاج رعايه او حاجه. طيب ده جميل جدا. صعوبه التنفيذ ده ايه على ارض الواقع؟ يعني هي الفكره جميله جدا وانت نفذتها وخدت المركز الثاني على مستوى الوطن العربي. عشان ده يكون موجود هل في صعوبه في ده؟ هي الفكره بس مش اكتر ولا اقل في ان انا محتاج نتورك محترمه عشان اقدر اتواصل مع مهندسين ونعمل اول بورد بي سي بي لينا. بلس ان انا محتاج انفستمنت. محتاج دعم مادي يعني. يعني اتمنى ان دلوقتي يكون بيتفرج علينا اكيد. اصل انت بصراحه مشروعك ناجح بايع نفسه، يعني ما اي حد بيشتغل سواء او عندهم حتى اصحاب اليخوت او اي حد بيشتغل في
البحر بشكل عام، انت فكرتك حلوه جدا. طيب معظم الحاجات اللي انت قلتها لنا دلوقتي استخدامها هو الذكاء الاصطناعي، انت كمان دمجت ما بين الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء او يعني انترنت الاشياء، فالدمج ده ازاي يعني؟ فهمه لنا اكتر، بسطه لنا يعني. هو الذكاء الاصطناعي عندي او الاي اي عندي في ان انا عامل زي الجوريزم كده، ان لو انا عندي اكتر من لايف جاكيت في الميه واكتر من شخص غرقان، فالاولويه طبعا لو الاثنين على نفس المسافه، نفس مسافه البعد، فالاولويه هتبقى للشخص العايش قبل الشخص الميت. فالاي اي عندي هو يعني فكرته ان هو بيقدر ينقذ اكبر عدد من الاشخاص في اقل وقت ممكن. وانترنت الاشياء، وانترنت الاشياء في ان انا بقدر اتواصل معاهم. بتقعد تتواصل معاهم؟ بالظبط. طيب محمد، الناس بتبعت لي عن طريق الاقمار الصناعيه. تمام. طيب قول لنا برضو على اسماء الاثنين المشاركين معاك عشان الناس تعرفه. انا مشارك معايا عمر احمد نصار، ده زميلي في المدرسه، ومشارك معايا عبد الرحمن عمرو عزاز. طبعا بنبارك لهم ونقول لهم الف الف مبروك، شرفتونا. وكمان عايزين نعرف مين اللي دخلكم في المشروع ده، شجعكم؟ هو في الاول كان يعني في الاول كان دعم طبعا من والدي. وبعد كده بدات ادخل لاكثر من مسابقه وبروجرام هنا في مصر، واخدت اكتر من فند، بس جاست فند عشان اعمل النموذج الاولي بتاعي. محمد انت في سنه اولى صح؟ انا في سنه اولى. طب وعايز تعمل ايه قدام؟ يعني ايه احلامك او ايه الفكره او المشروع اللي انت نفسك تعملها بس لسه ما عندكش الامكانيات او المعلومات الكفايه اللي تخليك تنفذها؟ هو انا هدفي ان شاء الله ان انا طبعا بجانب الدراسه وبجانب ان انا اتخرج بتقدير كويس، يعني ان انا افتح اول شركه ناشئه ليا او اول ستارت اب ليا ان شاء الله، وابدا انفذ الجاكيت ده وننزل الماركت باذن الله. يعني انا بتوقع لك بصراحه نجاح كبير قوي يا محمد، انت وزمايلك يعني اكيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا كل الشكر ليك يا محمد وربنا يوفقك دايما. محمد هاني كمال من مدرسه المتفوقين بالدقهليه والحاصل على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة تحدي انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، عمل سمارت لايف جاكيت أو لايف جاكيت ذكي يقدر يتواصل معاه عشان لا قدر الله في حالة غرق أي مركب أو سفينة يقدر يوصل للناس اللي كانوا على متن هذه السفينة ويقدر يحدد مواقعهم في لايف جاكيت زي ما قال كده بسنت، في أجهزة للتدفئة من برودة المية، في أجهزة إنارة عشان لو الليل جه عليهم، وبيعمل لمدة 72 ساعة بالإضافة إلى قدرته برضو على الشحن ذاتي لمدة إضافية عشان نقدر نوصل للناس اللي موجودين. كل الشكر ليك يا محمد على هذه الفكرة وبنبارك لك مرة تانية. يعني أنا ما أعرفش في حد فكر في الفكرة دي قبل كده ولا لأ يا شاذلي، لكن هو الامكانيات الكثيره اللي حطيتها في لايف جاكيت واحد بصراحه مبهره شويه، يعني انا بالنسبه لي مبسوطه بيها قوي. محمد هاني كمال يحفظه الاسم ده ان شاء الله يبقى حاجه كبيره قوي ورائد اعمال كمان كبير. ان هي سهل تطبيقها يعني حقيقي. مساله حاجه حاجه للاناره، جهاز جي بي اس، كل الحاجات دي حاجات اعتقد ان هي بسيطه نقدر تتعمل تقدر تتعمل يعني. فمحتاج طبعا رعايه بكل تاكيد.